لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. نتكلم في صفات الرجال الممدوحين الذين جمعوا مكارم الأخلاق والصفات والأحوال، ذكرنا منها الصدق في القول والعمل مع الله ومع الناس، وترك الكذب بالكلية، والصبر واحتمال أذى الخلق، والحلم عنهم وكظم الغيظ وكف الأذى وعدم الانتقام للنفس إلا أن تنتهك حرمات الله، والأنات عدم الطيش والعجلة، والعفة واجتناب القبائح والفواحش في القول والعمل في الأموال والأعراض، والحياء والكرم والجود والسخاء، وترك الشح والبخل والغيبة والنميمة، وخيانة الأعين، والشجاعة وعزة النفس والبذل. هذا ما ذكرناه من قبل. وأما اليوم فنتناول من الصفات القوة في الحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. قال الله عز وجل: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. خذوا ما آتيناكم بقوة. وقال الله سبحانه وتعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. وقال عز وجل: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فهذه المواضع المختلفة من القرآن العظيم مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ما يحبه الله عز وجل من القوة في الحق علما وعملا، أن يأخذ الإنسان ما آتاه الله بقوة في تعلم الحق، هذا من القوة المحمودة في الحق. أن يتعلم الإنسان تفاصيل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكون عنده بصيرة فيما اختلفوا فيه، فإن الله سبحانه وتعالى يهدي الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه. فهذه القوة العلمية المبصرة يحتاج المؤمن أن يكون قويا فيها، والضعف في ذلك
خطر عظيم، لأنه يؤدي بالإنسان إلى أن تلتبس عليه الأمور وأن لا يدري السنة من البدعة، بل وربما وصل به الحال إلى أن لا يدري الفرق بين الشرك والتوحيد، فربما يقع في الشرك كما وقع هذا الأمر في قوم نوح بعد موت ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، فكان الضعف العلمي لدى أتباعهم أدى بهم، هو الذي أدى بهم إلى أن يتخذوا التماثيل وإن لم يريدوا عبادتها وإنما كانوا يتبركون بها. فلما مات أولئك وازداد الضعف وازداد الجهل، قال: ونسخ العلم عبدت. وهذا ما تراه من أحوال الضعف العلمي في الأمة، عندما يطغى التقليد ويكون المتشوفون إلى حال الأحبار والرهبان الذين اتخذهم اليهود والنصارى أربابا من دون الله، فأحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم، فكانوا يعبدونهم بذلك من دون الله وإن لم يسموها عبادة. وترى أقواما يرون الإنكار على من يظنونهم أولياء من أعظم الجرائم، حتى ولو رآه يفعل الفاحشة أو يبيع الخمر ويقسمها على الناس، فيرى أن من حدث نفسه فقط بعدم ولايته أو بالإنكار عليه فإنه يطلع على ما في نفسه، أعوذ بالله من يعني ادعاء علم الغيب لغير الله، وأنه ينزع منه العلم، كما يقول قائلهم هذا عن الحافظ ابن حجر رحمه الله، أنه لما حدث نفسه فقط بأنه كيف يكون الشيخ فرغل الذي يزعم أنه كان في زمانه وهو هي أشخاص غير معروفة ولا موجود أسانيد يعني ولا حتى مراجع بذكر حالها، أنه كان يبيع الحشيش أمام الجامع الأزهر، حدث نفسه كيف يكون هذا وليا، فوقف ليصلي فوجد نفسه لا يستطيع قراءة الفاتحة، شال منه الفتح، خد منه الفتح، فبعدين عرف ان الشيخ فرغل هو اللي ايه، قال له: مش انت قلت في نفسك كده؟ قال له: طب نعمل ايه يا فضيلة الشيخ؟ قال له: تيجي تبيع معايا حشيش هنا. فقعد الحافظ ابن حجر، شوف قلة الادب على اهل العلم الافاضل المشهود لهم بأنهم يعني الحفاظ المتقنون العلماء، والناس تصدق وتقول الله، وبعدين يقعد يبيع حشيش معاه، وبقى تظهر الكرامة إن عشان إيده المباركة اللي بتمس الحشيش، كل واحد بقى ياخد الحشيش منه إيه يتوب، البركة تحل بقى. هذه عصور الانحطاط في الجهل و ضياع العلم، وأن يكون الناس يعني يصدقون الخرافات، نسأل الله العافية. الضعف العلمي، جبتها، الضعف العلمي من أعظم أسباب الانحراف ومن أعظم أسباب ضياع الأمم، نسأل الله العافية. فالله يحب القوة في العلم، والعلم ليس بالألغاز والأحاجي ولا تصعيب يعني تغوير العلوم حتى لا يوصل إليها ويقول له: أنت مالك ومال الكتاب والسنة وأنت شفهمك في الكتاب والسنة، طب يعني إيه البديل بقى عشان أتعلم؟ يجيبوا له بقى كتل من الإيه، من الألغاز الصعبة، سواء في متون الاعتقاد
وشروحها من علم الكلام الذي لا يفهمه أصحابه ويتناقضون فيه، أو في متون الفقه التي من كتر الاختصار والشرح والحاشية يترتب على ذلك أن تكون يعني أشبه بالألغاز فعلا، بدلا من أن يقرأ الكتاب ويعرف أحكامه وما فيه من العلوم، ويقرأ السنة وما فيها من العلوم، ويعرف اجتهادات أهل العلم الكبار الأوائل من الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة بعدهم السائرين على طريقهم، ينشغل بما يقرره المتأخرون المقلدون المجمعون على أن التقليد ليس بعلم، وأن المقلد ليس بعالم، وأنه لا سبيل إلى العلم إلا من خلال هؤلاء. فكيف يكون الأعمى دليلا، وكيف يكون الجاهل دليلا على العلم؟ يبقى الناس توصل إزاي؟ ما هو بيقول لك أنت يستحيل أن أنت توصل بنفسك، ولازم ترجع إلى هؤلاء، وهم يقولون أن إحنا مش علماء، ولذلك ما بينظرش في الأدلة، هو بينظر في معتمد المذهب. المعتمد ده اتقرر بعد 6 قرون 7 قرون 8 قرون، واصبح هو خصوصا بقى ان اختلط في هذا يعني انواع البدع والمنكرات، نسأل الله العافية. وفي التصوف في باب السلوك ايضا الغاز المقامات والاحوال والاشياء الغريبة التي يعني يزعمون أنها هي التزكية أو هي إصلاح القلوب، ووصلوا بذلك إلى أنواع من الزندقة. كثير منهم وصل إلى ذلك في وحدة القول بوحدة الوجود أو الحلول، نعوذ بالله من ذلك. لذلك نقول القوة في الحق ضرورية للنهضة، لنهضة الأمة، وضرورية لكي يعني يتحمل من كل جيل هذا العلم عدوله. فلا بد وأن يكون هناك اهتمام بطلب العلم بقوة وجدية وعدم تواني ومواظبة، وليس أن الكتاب الواحد ربما من الكتب الحديث ولا كتب التفسير يظل الإنسان فيه لا يستطيع أن ينهي، تبقى الكتب بالنسبة له كأنها جبال لا يستطيع أن يصعد إليها. نقول لابد من أن يكون هناك علم نافع. وأما القوة في الحق فالقوة في العمل، من القوة في الحق القوة في العمل، قوة العملية في قوة الإرادة والعزيمة، وأن لا يكون الإنسان عاجزا ولا متكاسلا، فالعجز ضعف الإرادة أو انعدامها، والكسل تواطؤ الإنسان في إنفاذ هذه الإرادة في الخير، فيكون دائما مسوفا ومؤجلا وممنيا نفسه بأن ذلك سيكون. هذا الضعف في العمل، لا بل لابد أن يكون الإنسان جادا في العمل الصالح، في العبادة وفي الذكر وفي الدعوة إلى الله وفي الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر بالضوابط الشرعية وفي الجهاد في سبيل الله، وكل ذلك من الحق. ولا يعني ذلك أن يكون الإنسان متهورا ومتعجلا في غير موطن العجل، في غير موطن الإقدام. يقدم هذا المتهور يقدم في غير موطن الإقدام، فيترتب على ذلك أن يضيع نفسه ومن معه، ونسأل الله العافية. ولا شك أنه يترتب عليه ضياع الحق الذي يدعون إليه أو يريدون تحقيقه. وكم من أمور أدت يعني إلى فتن عظيمة بسبب الإقدام في موضع إحجام، وكذلك الضعف في الإحجام في موضع الإقدام. لذلك هذا الأمر يحتاج إلى بصيرة وعلم، نسأل الله أن يرزقنا البصيرة والعلم. القوة في الحق في جميع أجزائه علما وعملا من صفات الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين،
ولقد كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يأمر الناس بالصبر والعفو والصفح 13 سنة، حتى أذن له في القتال لما هاجر إلى المدينة. وكان صلى الله عليه وسلم في أول إقامته في دار الهجرة يحتمل من المشركين والمنافقين. كان عبد الله بن أبي بن سلول يعني في أول الأمر قبل أن يسلم يتكلم بما يعني يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتمل، وذلك لمنزلته في قومه، والتي يعني يخاف أن إذا واجهه بالقوة والشدة في ذلك الوقت أن ينفر كثير من الأنصار، خصوصا من قومه من الخزرج، كما قال له: لا تؤذينا بريح حمارك. فقال بعض الأنصار: لريح حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب منك. فهاج الأنصار فسكنهم النبي صلى الله عليه وسلم، صار الحيان من الأوس والخزرج حتى أوشكوا على القتال. وكذا عشان نعرف كان المجتمع إزاي كان يعني المتجذر فيه قضية القبلية، إنه إلى أن وقعت حادثة الإفك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر: من يعذرني في رجل آذاني حتى بلغ أذاه أهل بيتي؟ والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ويعني ولا علمت على من أبنوهم اللي هم اتهموهم يعني فيها في ذلك إلا خيرا. هو مصطح، أقصد صفوان بن المعطل. فقال له يعني أسيد بن حضير أو سعد بن معاذ، على الاختلاف يعني في التوقيت وفي وجود سعد بن معاذ في ذلك الوقت، قال: نحن نعذرك منه يا رسول الله، فإن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من الخزرج أمرتنا فيه أمرك. فقال سعد بن عبادة، وكان رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية، فقال: والله لا تقتله ولا تستطيع قتله. قال: إنك منافق تجادل على المنافقين. فهاج الحيان. هشوفوا الغد بعد كم سنة، يعني حوالي 6 سنوات، ومع ذلك وقع هذا الأمر. فكان التسكين هو الأمر المطلوب في ذلك الحال، لأن هذا كان موضع منع يعني الفتنة بالتسكين. القوة في الحق أمر يحتاج إلى علم وبصيرة، ويحتاج إلى يعني إلى عزيمة قوية، فإذا عزمت فتوكل على الله. ولذلك كان من القوة المحمودة ما أيد الله عز وجل به داود حتى قتل جالوت، مع أن الأمور كانت يعني في حس كثير من المؤمنين، كم يعني قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، ولكن كانت القوة في العزيمة والإرادة القوية في نصرة الدين عند المؤمنين الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. داود كان شابا ومع ذلك أقدم على مواجهة جالوت، ورماه بالمقلاع رغم التفاوت في القوة والحجم كما يذكرون ونحو ذلك، رماه فوقع المقلاع في زي النبلة يعني في رأسه في وجهه، فسقط ميتا، انهارت قوى الكفار، فنصر الله عز وجل المؤمنين. وكما يعني كانت القوة في الصحابة رضي الله عنهم في الفتوحات العظيمة وفي قتال أهل الردة، وقوة أبي بكر رضي الله عنه في هذا الموطن كان من أسباب الحفاظ على الأمة،
وعلى الدين. فسبحان الله، مع أن من أقوى الناس عمر وكان مترددا في قتال مانع الزكاة وفي إنفاذ جيش أسامة، ولكن بعد ذلك سلم لأبي بكر تماما. ومقاتلة المرتدين كانت مفتاح الانتصارات العظيمة ورجوع هيبة الدولة المسلمة. وانطلقوا بعد ذلك لا يأبهون بفارس ولا بالروم، كانت قوة محمودة لوجود البصيرة التي بها انطلقوا بفضل الله سبحانه وتعالى. وكذلك من الصفات الطيبة الاستعداد لبذل المحبوب وإخراجه ومفارقته لأمر الله بذلك. من أعظم المواطن في ذلك عزم إبراهيم عليه السلام على ذبح ولده وأخذه الأسباب في ذلك. كلم ابنه حتى هيأه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، اللحظة الأخيرة فقط جاء فيها الفرج. وكذلك تركه ابنه إسماعيل على الذي تركه على الكبر مع أمه هاجر في يعني وسط جبال مكة التي ليس بها أنيس ولا شيء لتعمر هذه البقعة العظيمة، فهو يبذل المحبوب ويخرجه يعني من نفسه ويفارقه لأمر الله سبحانه وتعالى. وكذلك المؤمنون في كل زمان يقولون يوم القيامة لما قد فعلوه قبل ذلك، حين يقول لهم الله عز وجل: ما تنتظرون لتتبع كل أمة ما كانت تعبد؟ فيقولون: ربنا فارقنا الناس أحوج ما كنا إليهم، أو أفقر ما كنا إليهم، ولم نصاحبهم، يعني فكيف نتبعهم الآن وهم يذهبون إلى النار؟ فهم فارقوا أقوامهم وفارقوا ديارهم، وقد بذل المهاجرون يعني في ذلك أعظم البذل حين هاجروا في سبيل الله وتركوا الأوطان المحبوبة والأموال المحبوبة كل ذلك بذلوه في سبيل الله تنفيذا لأمر الله. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فكون الإنسان يفارق ما يحب لله عز وجل ويبذله إذا كان ذلك هو المقتضي لذلك، به قام العلم والعمل والجهاد والدعوة إلى الله. فالصحابة رضي الله عنهم فارقوا الديار والأهل كما ذكرنا، والسلف من العلماء هاجروا وسافروا في البلاد المختلفة لجمع الحديث وطلب العلم، وفارقوا أهليهم وتحملوا في ذلك، ولم يكونوا كالذين يلازمون بيوتهم وأهليهم من أجل يعني رعاية الأموال ورعاية الأزواج ونحو ذلك، دون بذل مما يحبه الإنسان لنصرة الحق وإعلاء الدين وتعلم العلم وتعليمه للناس. فكان هذا الأمر من أعظم الأمور التي يعني قام بها الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، حتى نصرهم الله عز وجل ونصر بهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.